ده المكتب اكتر مكان انا بقضي فيه وقت اوبفيسلي. لعب على نفس حتاتك دي ان انت بتحبي موضوع البساطه. خلينا هنعمل حاجه قويه قوي. اخترت المكتب هو اللي نعمل فيه الرينوفيشن عشان ده اكتر مكان انا بقضي فيه وقت اوبفيسلي. بحس ان انا بكون برودكتيف اكتر لو الدنيا ارق ويعني اتس ويل ديزايند او يعني مريحه للعين يعني. بصي احنا هنحاول بقى نغير الموضوع ده بس هنلعب على نفس حتتك دي ان انت بتحبي موضوع البساطه عشان ما ندخلش كده في حاجه انت تتضايقي منها. وخلينا هنعمل حاجه قويه قوي. I'm excited to see انتوا هتعملوا ايه. ده مهم. عايزين نستارت خلص بسرعه وهنفاجئها. عايزين نعمل حاجه قويه جدا. هو المكان اتغير. ها هو بقى حاجه تانية. هنا كان عندنا عمود حبينا بقى نعالج القصه دي ونخفي العمود ده تماما. فعملنا موضوع ان ده مكتبه وجبنا الفربليز دي والتلفزيون وظبطنا القصه دي حولناها تماما. كان عندنا مشكله تانية، مشكله السقف. ابتدينا ان احنا ندخل فيه الزرع وغيرنا الاضاءه بتاعته. هي عندها الثلاجه بتاعتها وعندها الكوفي كورنر بتاعها. فحبينا نعالج الشكل ده. هنا بقى الجزء بتاع المكتب استخدمنا الوول بيبر. الكورنر ده علشان الشمس داخله لي من هنا فكان افضل مكان نحط فيه الصوفه كان هو في المكان ده. خدناها بكيرف علشان اللي قاعد هنا يكون قاعد معاها. لا انا مبسوطه قوي 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 قوي. الحمد لله. Very comfortable which is اهم حاجه.